أين يقع مكان أهل الكهف؟ اختلفت الروايات التي تذكر المكان الذي حدثت فيه وقائع قصة أصحاب أهل الكهف، وبالرغم من ثبوت حدوثها وذكرها في القرآن الكريم، إلا أن الآيات الكريمة لم تعرج عن المكان الذي مكث فيه الفتية أو حتى الزمن الذي عاشوا فيه، وإن هناك أقوالا بأن مكان كهفهم قد يكون في أحواز تونس، في أرض تدعى سكرة قرب المرسى. فإن هناك الكثير من الكهوف التي قيل إن اليهود كانوا يلجؤون إليها خوفا من بطش الروم وظلمهم، وهناك أقوال أخرى تقول بأن الكهف هو صخرة بيت المقدس، وغيرها ينقل أنها قرب أنطاكيا بتركيا، وهناك قول يدل بأن الكهف في مدينة يقال لها أفسوس، وهي ما يقال لها طرطوس في الوقت الحالي، وهو القول الراجح عند بعض أهل العلم. أما مؤخرا فيقال أن مكان أهل الكهف في الأردن، تحديدا في قرية الرجيب أو كما كانت تسمى سابقا بالرقيم.